السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وهي يعني حاجة استثنائية، غادي نحضروا عليها حاجة استثنائية. كي نقولوا حاجة استثنائية راك تشوف يعني لاعبين تاع المنتخب اللي نتمناها ان شاء الله بربي منا على عام ولا عامين نشوفوا لاعبين في المنتخب المصري، منتخب التونسي، منتخب الجزائري، على جلا منتخب الموريتاني ولا ليبي، مثل المنتخب يعني المنتخب المغربي، وين شاهدنا اللعابه تاعو وراهم يعني في قيمه كبيره. ما شاء الله ما شاء الله، انا كي نقولوا ما شاء الله خويا، نقولوا ما شاء الله، ما موالفين بالمنتخبات الكبار، موالفين نحضروا منتخبات كبار، موالفين نحضروا صوالح، يعني ما نعينوا ناس ما والو. الله يسهل خويا، انا نفرح من قلبي. تفرجت سيبورتيت انايا الكعبي، يعني وين ايوب الكعبي اللي سجل في 116 دقيقه، في 116 دقيقه سجل هدف، وقاد وين ايوب الكعبي يقود اولمبيك ريوكوس للفوز بالدور المؤتمر الاوروبي، وقاد المغربي ايوب الكعبي فريقه اولمبيك ريوكوس اليوناني للفوز باللقب المسابقه دور المؤتمر الاوروبي 2023-2024، اذ فوزه على فيرنتينا الايطالي بنتيجه هدف لصفر في مباراه نهائيه والتي اقيمت يوم الاربعاء بعاصمه اليونان اثينا. وقبل المواجهة أقيم حفل ختام بسيط للمسابقة الأوروبية الثالثة مع استعراض بالأضواء والألعاب النارية، إضافة إلى أداء بعض الاستعراضات الفنية والموسيقية وسط تفاعل كبير من طرف الجماهير التي حضرت المواجهة. وإن بلغ فيرنتينا المباراة النهائية بعد تجاوزه يعني عقبة كلوب يعني بروج البلجيكي بنتيجة 3-2 في مجموع المواجهتين، بينما وصل أولمبيك ريوكوس إلى المشهد الختامي إذ فوزه على إستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتين اللتين تألق فيهما المهاجم المغربي أيوب الكعبي بشكل كبير، حيث سجل خماسية كاملة، هذه أمام إستون فيلا. أيوب الكعبي وين يعود في النهائي ويسجل هدف تاريخي سوف يبقى يعني في ذاكرة كل مناصر تابع يعني لأولمبيك ياكوس. وبالعودة إلى الأطوار المباراة وين دخل لاعبون أولمبيك ياكوس مباشرة في صلب الموضوع، كان النجم البرتغالي دانييل يعني قريب من تسجيل الهدف الرائع بعد مرور 4 دقائق فقط، حين قام بعمل جيد ثم أرسل تسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء، لكن ولسوء الحظ وجد أمامهم حارس بيترو يعني الذي تألق في تصدي الكرة، ولم يتأخر رد فيرنتينا كثيرا حيث جاء في الدقيقة 9 بواسطة كريستيانو، هذا الأخير نجح في زيارة الشباك أولمبيك ياكوس، لكن الحكم ألغاه بسبب تسلل بعدما تم تثبيت القرار بعد مراجعة اللقطة من طرف الحكم الفيديو المساعد الفار. وفي الدقيقة 21 أرسل جيكوم يعني تسديدة قوية تصدى لها الحارس اليوناني، ثم جاء الرد عبر بونديس في الدقيقة 25 بضربة رأسية لم تزعج الحارس فيرنتينا كثيرا. بعد ذلك لم تكن هناك فرص محققة حتى صفارة نهاية الشوط الأول مع بداية الشوط الثاني. ومن نهائي يعني الدور المؤتمر الأوروبي تسلم الإيفواري كريستيان كومي لاعب فيرنتينا كرة رائعة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 69، لكنه لم يحسن التعامل معه رغم وضعية الجيدة، حيث سدد الكرة ضعيفة تصدى لها الحارس أولمبيك ياكوس وحولها إلى ركنية. وأهدر الإسباني في سانتي إيبور فرصة قتل المباراة عند الدقيقة 80 عندما لم يحسن التعامل يعني فرصة محققة للتسجيل، حيث مرت الكرته من ضربة يعني رأسية بعيد عن القائم الأيسر ليستمر الترقب الجماهير خلال الدقائق الأخيرة قبل أن يعلن الحكم عن نهاية الوقت الأصلي والاحتكام إلى الشوطين الإضافيين. وانتهى الشوط الإضافي الأول على واقع التعادل السلبي، لكن
النجم المغربي أيوب الكعبي ظهر في الدقيقة 116 ليسجل هدف الفوز لأولمبيك ياكوس بلقب عبر ضربة رأسية محكمة، معزز تربعه على صدارة هدافي البطولة برصيد 11 هدف. عبر في مباراتين في النهائي، في النصف النهائي والنهائي مركا 6 أهداف، يعني في النهائي نصف نهائي نهائي مركا 6 أهداف. عرفتوا كيفاش؟ يعطيهم الصحة، راهم يلعبوا خويا، يستاهلوا هادو تما كيما المنتخب المغربي يستاهل. يعني وين تشوف نتايا، يعني تشوف إبراهيم دياز يعني وين غادي يكون في النهائي إن شاء الله هو يديها، زيد أمين عدلي إنجاز تاريخي، إنجاز تاريخي، زيد إنجاز تاريخي وين دخل اللاعب الدولي المغربي أمين عدلي التاريخ ناديه باير ليفركوزن عبر تتويجه باللقب الدوري الألماني، حيث حقق إنجاز غير مسبوق مع أرقام قياسية كتحقيق سلسلة طويلة من المباريات بدون خسارة، كما ساهم بشكل كبير في نتائج فريقه. وزيد فانيك بهدف، يعني وين وزيد فانيك كأس ألمانيا بعد فوزه المثير في النهائي ضد نادي يعني بهدف مقابل صفر. زيد على ذلك أشرف حكيمي، لم يضيع المغربي أشرف حكيمي فرصة التتويج باللقب آخر في مسيرته الحافلة بالألقاب، حيث كان اسم بارز في التشكيلة، يعني تشكيلة لويس أريكي، وساهم بشكل مباشر في نيل اللقب الدوري الفرنسي. زيد إسماعيل سبيري وتفوق على الكبار، كعبي كسموه خنوس بلا خنوس الدار، شو كيفاش الزياش، زياش هذا أنا حاجة. وين عاد النجم المغربي حكيم زياش لمعانقة الألقاب في الدوري الأوروبي بعد مشاركته في تتويج باللقب الدور التركي للمرة 24 في تاريخ النادي غلطة سراي، حيث لعب المهاجم المتألق دور مهم في هذا الإنجاز، ويلعب ويشارك في 18 مباراة، يعني كان غادي يشارك أكثر لولا الإصابة والمشاركة تاعو في كأس إفريقيا. باش يكون على بالكم وينتاج هو، يعني وين لعب ان شاء الله بربي يكون. نتمنى ان شاء الله كاع الانديه المنتخبات العربيه تكسب يعني انجازات، لاعبين تاعها ويديروا انجازات ان شاء الله بربي، هذه هي نتمنوا يديروا انجازات ان شاء الله بربي. هذه يا خويا على ذيك نتمنوا لهم النجاح والنجاح ان شاء الله بربي، علاش لا نشوفوا فانيك كيسموه ابراهيم دياز يعني يديها هو، ما يزيدوا يدوانا لي زافريكا في البالون دور، يديها واحد عربي جزائري مغربي خونا يديها، هذه هي هذه نتمنوا اخويا. على ذيك ان شاء الله بربي كما يقول لك، ماشي قصرة أخويا، ماشي قصرة ومشي سهلة، ربي يكون معاهم إن شاء الله، هذه هي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم، وصحيت وخاوتي.